أول ما وقف والد إبراهيم على النار 50 ليلة والحطب يجمع لها، حتى إن ابن كثير في قصص الأنبياء يقول كانت المرأة تقول نذر علي إن شافاني الله لأجمع لإبراهيم الحطب. يرمى في المنجنيق. قيل للإمام أحمد ما هو التوكل؟ قال قطع القلب عن الخلق. قال لأي شيء تذهب لذلك؟ قال إن إبراهيم لما رمي في المنجنيق جاء إليه الملك قال ألك إلي حاجة؟ وهو في الهواء، وهو في الهواء وبينه وبين النار لحظات. قال إليك؟ قال نعم. قال لا. قال أما إلى الله فنعم. قال سل الله. قال أحب الأمرين إلي أحبهما إلي. على طول يجي الخطاب للنار، كوني برد وسلام. ليش برد وسلام؟ لأن البرد يؤذي، فأراد الله أن يكون هذا المكان باردا من غير إيذاء عليه. الكون كله قانونه يختلف. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الآن صار بردا وسلاما. طيب عشان مين؟ عشان قلب كان يحمله صدر خليل الله عز وجل. بس عشان قلب واحد كان يحمله صدر خليل الله عز وجل. فيقول أبوه لما وقف على شفير النار بعد أن أصبحت رمادا، حتى قال ابن كثير بقي في النار قرابة 30 ليلة، جعل الله المكان الذي حوله أخضر وما بعده نار، فقومه لا يصلون إليه وهو لا يصل إلى قومه. لما وقف ونظر إليه قال يا إبراهيم؟ قال نعم. بعد أن رآه سالما من هذه النار التي تأكل الأخضر واليابس قال يا إبراهيم؟ قال نعم. قال نعم الرب ربك. يس. هذه